انا الرجال كيبيعوا ويشريو معايا شي يقولوا لي شوفي انت في ضد 10 الرجال دار زعما احسن من 1000 راجل. عمرني زعما ما فكرش غنجي واحد النهار للسوق. هي سيدة بألف رجل كما يطلق عليها مهني النجارة في سوق القريعة نبيلة، أم وزوجة أجبرتها الظروف ومرض زوجها بالخروج إلى سوق الشغل واحتراف مهنة النجارة لإعالة أبنائها. أنا نبيلة، جيت هنا القريعة، أنا كنت ربت بيت جالسة في الدار وراجلي كان مرض بالقلب وجاتو حالة اكتئاب ومبقاش باغي المحل وشوية تدهورات الحالة وداكشي، وجيت هنا وبقيت بشوية الحمد لله تولفت البيع والشراء وكسبت كليان. كنت جالسة في الدار مع عمرني ما فكرش غادي كاع نخرج للسوق. إيوا الوقت اش غادين الوليدات وعلى الراجل وعلى داكشي، حيت فتح القلب مبقاش كيقدر يهضر بزاف ويتعصب وداكشي. الحمد لله دابا ولا شوية ولا كيجي معايا وكيعاونني وكي الظروف كتحكم عليك. علاش المرأة خاصها تكافح بالخيبة، خاصها تكافح بالزوينة، خاصها تكافح، يعني خاصك تكوني واقفة في الظروف اللي فيها راجلك. كنتي باغا كنتي واكلة شاربة معززة مكرمة وفي الاخر ملي ما يبقاش عنده لا يكون عنده طوارئ تقولي لا ما نقدرش، لا خاصك تغامري بأي حاجة. واخا مهنة الرجال الحمد لله معروفة في السوق، صعيبة المهنة ديال النجارة، حيت دابا كتبحال دابا كتوعدي واحد الإنسان كتقولي ليه غادي نعطيك خدمتك في 15 يوم وكيجي واحد النهار كتعكس لك مثلا الماكينة كتخسر كتعودي معطلة، كيجي شي واحد كيقول لك أنا درتي معايا 15 يوم درتي معايا شهر أعطيني شهر. يعني هاد الخدمة صعيبة شوية فيها التعصب. نبيلة استطاعت أن تتغلب على تقاليد مجتمعها الذي يجعل من مهنة النجارة حكرا على الرجال حتى أصبحت نموذجا يحتذى به في مواجهة الصعاب. تقول لك عاد جلس شهر شهرين وغتمشي بحالاتها ما تقدرش على هذا الشيء. إيوا هو كاين اللي كيقول لي صبري وهادي راه دابا تولفي وداك الشيء، وكاين اللي تيقول لك انت يا مرا خاصك تجلسي في الدار اللي ما حيت ما كيحش بداك الظروف اللي عايش فيه داك الانسان. بحال دابا انا راجلي مريض ومهن والناس كتسناه وبيع وشري كيتسالوا الناس حاطين عباراتهم وداكشي، وهو يا مريض يعني ما قادش يجي ما عندوش واحد السفل باش غادي يلقى الناس باش غادي يهضر معاه. ما غاديش نخليه ناعس وغادي نجي غادي نبقى باركه حداه، خاصني ندير شي حاجه اللي غادي نواسيه وغادي نوقف معاه. يعني ماشي بنادم بقى يفكر لدوك الناس اللي ما باغينش لك، خاصو يفكر لمصلحته هو فين كاينه وحياته هو كيفاش دايره. حافظه نوعيه العود، حافظه الشكل، حافظه الزواقات، وزد دابا تحسنت كثر كنعرف العود وكنعرف السميات، كاين لارد لا كاجو الباندي هادي روكو كلشي الحمد لله. ودابا وليت كاع نقدر دابا تقولي لي انت واحد الفكره كنقولها لك انا قبل ما تكون في دماغك. دعم زوجها ومهنيو النجارة في سوق القريعة هم أسباب نجاحها والدافع الأكبر للمواصلة رغم الصعاب التي تواجه المرأة في مهنة كانت حكرا على الرجال. أنا لقيت واحد الناس الله يجازيهم بخير، وكاين واحد الناس هنايا وقفوا معايا، وكاينين شي ناس ما بغاونيش. أنا امرأة مغربية أصيلية حرة، الكلمة كنموت معاها، أنا عزيز عليا الكلمة. أنا الرجال كيبيعوا ويشريو معايا شي يقولوا لي شوفي أنت في ضد 10 الرجال، نقدروا حنا نعطيوك وما نعطيوش لهادوك حيت هادوك ما تيوفيوش بكلمتهم. على حساب نبيلة زعما مزيانة الله عمرها دار زعما أحسن من 1000 راجل، المعاملة ديالها والتصرف ديالها مع الكليان مع كل شيء. راجل من الأحسن دابا الراجل كتعطيه عبار ديالك كيضيعك. نبيلة لا خدير معاك الكلمة والوقت ديالك جدي دي العبار ديالك، حنا كنشوفوا كل شيء. المقابله معنا في المحل الله يعمر لها الدار صراحه هي هذه احسن من اي راجل. كتعامل مزيان الله يعمرها الدار، الكليان كيمشي على خاطرو، الحريفيه اللي كيخدموا معاها تيمشيو على خاطرهم، ما كتخسر لحد ما والو.
صراحة ماذا بينا يكونوا عندنا العيالات بزاف في السوق. معاملتهم حسن من معامل الدرجال صراحة. احنا حريفية كانوا خدموا مع الناس ديال السوق كيشدونا الكوموند، هذه كتخدم معنا كتعطينا الكوموند كنجيبوا ليها هو هذاك، ما كاين حتى مشكل. خنجرة دابا صعيبة وكنت داخلة ثلاث ايام مزيانة احسن من الراجل. الراجل من احسن انا غير هي في الدار. مرا ناضية صراحة هي هذه، الله يكمل عليها. ايوا المرأة المغربية غادي نقول لك دابا حاليا اللي كنشوفوا العيالات ولاو قدامين اكثر من الرجال. كنخرجوا في الصباح غاديين للعمل كيبانوا لنا العيالات غاديين للعمل اكثر من الرجال. هاد الشباب ديال هاد الوقت هذا بان لي ما خدامش. رغم كل الصعاب والكفاح لا تخفي نبيلة دموعها من مطبات هذه المهنة على أمل أن توفر مستقبلا آمنا لزوجها وأولادها. أنا أختي وحق الله العالي العظيم ما عمرني زعما ما فكرش غنجي واحد النهار للسوق. ما عمرني ما فكرش وما عمرني ما خدمت وما عمرني مثلا متى تخسر لي السلعة، مثلا ما كيجي شي خدام، بزاف الحوايج كنبكي أنا بزاف. أنا من داك النوع اللي كنبكي بزاف، كنفرح كنبكي كنقلق كنبكي. وليداتي وراجلي ما يمرضش وحياتي تكون غادا مزيانه وصح. بغيت ولدي ان شاء الله تا هو يتعلم الصنعه ويكون هو راجل ديال المستقبل. تحملات العناء ديالها والمسؤوليه ديالها ومنضبطه معانا في الوقت وتجي وبيع وشراء مزيانه وكل شيء تيشهد فيها في الحق. انا بصيفتها ولدات ديما مسكينه تتحمل المسؤوليه وتتكون واقفه وتتكون ديما معانا بشكل يومي. ما تبغيش مسكينة تغيب على الحضور، تبغي تشوف الأمور فين غادة منضبطة مع الناس ومنظمة خدمتنا. كلشي داكشي استحملته نهار الأول كنت كنمشي عينيا حمرين ومسدودين. إيوا شوية بشوية كندير تقاطر كندوز عند الطبيب الحمد لله. دابا شوية واخا تكون مريضة تكون مأزمة خاصة تحضر تشوف خدمة الناس فين وصلة، تشوف الحريفية تشوف الصناعية فين وصل هدف الميدة فين وصلت الخدمة. أنا كان نهضر ببساطة ولا هضرت مع الإنسان يعني ماشي كنكذب عليه ولا كنخدعه. هذه كحلة كحلة، هذه بيضة بيضة، يعني إلى مثلا ما خدمتش ليه ماشي تنسلت عليه، ما تنكونش في المحاف تنقول ليه اللي كاين واللي كاين، ولا شي واحد بعيد وبغى يجي كنقول ليه ودي راه باقا ما كملاتش سلعتك، راه كاين اللي وقع اللي وقع وكاين اللي كيتقبل كاين اللي الحمد لله. انا كنطيحها في كليان ظريفين ما كنلقاش معاهم شي صعوبه. ان تضيء شمعه خير من ان تلعن الظلام، هذا المثل حولته نبيله الى واقع عملي اثار الاعجاب والفخر بها. هو المغربيه ترى مناضلات وخصهم دائما يكونوا في الشده وفي سميتو خصهم دائما يكونوا واقفين في جناب رجالهم. والوقت كدور، لا المراه المغربيه ما تصعب عليها حتى حاجه، كتخدم بعقلها. والله يسهل عليها ويجيب لها التيسير الله يعاونها. كنبغيو العيالات بصفه عامه في اي ميدان، اي ميدان الحمد لله تخدم فيه. اي ميدان المراه المغربيه كتبدا زعما مكافحه بزاف.